أناقش تفاصيل المشهد الاقتصادي مع ضيفي عبر خدمة سكايب السيد مصطفى يوسف الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات. أهلا وسهلا بحضرتك معنا في نهاية الأسبوع سيد مصطفى. يعني لخصنا ربما بدقائق أبرز القرارات الاقتصادية في عام 2020، أخطر قرار يمكن أن نتحدث عنه اتخذ خلال هذا العام وربما تكون نتائجه كارثية في المستقبل القريب والبعيد، ما هو دكتور سيد مصطفى؟ تفضل. عام 2020 يعني يتوج 7 سنوات عجاف لمصر في عهد السيسي. نعم. زيادة الديون بشكل دراماتيكي، الديون الخارجية قربت 130 مليار دولار، الدين المحلي تجاوز 4.5 تريليون جنيه وقرب من 5 تريليون جنيهات. الموقف الاقتصادي ينذر بكارثة. الصندوق السيادي الذي دشنه السيسي لكي يتحكم في أصول مصر بشكل كامل دون الرجوع لأي مؤسسات، سواء كان برلمان، وإن كان برلمان العسكر يعني لا يعبر عن إرادة الأمة، لكن السيسي أراد أن يبيع كل الأصول. السيسي ليس أمامه إلا بيع الأصول لكي يتم تعويمه ويتم استمرار وجود النظام. النظام المصري يقوم بالإسناد بالأمر المباشر لشركات الجيش في كل المشاريع على كافة الأصعدة، مما ينذر بكارثة وخروج يعني القطاع الخاص والاستثمار المحلي من المعادلة بشكل كامل، حتى يضمن ولاء الجنرالات ويستمر نظام الانقلاب العسكري بشكل يعني له يعني صفة الديمومة. السيسي يبيع الأصول المربحة والأساسية والقطاعات الرئيسية لكفيله في الإمارات. الإمارات يعني غني عن التعريف بأنها الوكيل الحصري لإسرائيل في المنطقة. نعم. فالآن يتم صياغة القرار المصري ما بين أبو ظبي وتل أبيب، وكلاهما وجهان لعملة واحدة. يعني النظام المصري يعني يزيد من معدلات الفقر. مصر من أغلى دول العالم، في يعني العالم كله يحاول دعم المواطنين الذين فقدوا وظائفهم في ظل جائحة كورونا، لكن النظام المصري لا حل أمامه إلا القروض ويضع يده في جيب طيب المصريين. سيد مصطفى، البعض يخالف حضرتك. السيسي في عام 2019 قال بالحرف الواحد أن العام 2020 سيكون الأجمل بالنسبة لمصر. يخرج البعض من موالين النظام، هنالك جسور أنشئت، هنالك عاصمة إدارية، هنالك طرقات، هنالك مشاريع قومية أيضا، وهنالك مشاريع إنتاجية قصيرة الأمد وطويلة الأمد، وهنالك نهضة في المرحلة المقبلة لولا جائحة كورونا. كيف ترد على هذه التعليقات؟ أولا، مسألة قومية أصبح مصطلح ممجوج تم استخدامه كما يصير السيسي وأركانه على أن ما في مصر من صحف اسمها صحف قومية هي صحف معبرة عن النظام. لا يوجد أي شيء. المشروع القومي لابد أن يكون هناك حوار مجتمعي. دشن السيسي عصره في بداية الانقلاب بمشروع توسعة أو تفريعة قناة السويس عديمة الجدوى الاقتصادية التي كانت السبب الرئيسي في ازدياد سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه المصري. الجنيه الدولار الأمريكي كان يساوي أقل من 8 جنيهات حينما بدأ السيسي في التفريعة التي أدت إلى يعني مضاعفة سعر الدولار ومضاعفة أسعار الواردات. وغني عن التعريف أن مصر تستورد أكثر من 70% من المستلزمات الغذائية والزراعية. نعم. السيسي بدلا من أن يكون لديه خطة للتنمية وخطة للنهضة بالقطاع الزراعي والتركيز على السلع كثيفة العمل، فإذا به يعني يذهب إلى قطاع الإنشاءات والمقاولات. يخرج علينا جنرال آخر كامل الوزير الذي عينه السيسي وزيرا للنقل والمواصلات. نعم. بأنه سيقوم ببناء 1000 كوبري، وكأن عدد الكباري أو الجسور هدف في ذاته. الهدف أنك تصلح الطرق الموجودة، أن تنشئ قطارات وتصلح من نظام السكك الحديدية التي يستخدمها المصريين. نعم. لا أن تنشئ مونوريل يكلفك أكثر من 51 مليار جنيه. لا أن تنشئ عاصمة جديدة. هذه العاصمة لمن؟ هذه العاصمة لأركان الانقلاب العسكري ولبعض الأجانب الذين يأتون إليه. يعني نحن أمام شخص يعني مستبد ويتعاون مع قوى خارجية زي نظام إيمانويل ماكرون ومحمد بن زايد وبنيامين نتنياهو ضد جموع المصريين. فنحن يعني أمام أرقام مردود عليها.
البنك الدولي قال أن هناك 60% من المصريين قرابة الثلثين فقراء أو معرضون للفقر. فالوضع الاقتصادي يعني على شفير بركان، نحن على حافة الهاوية. منذ 7 سنوات وأنتم تقولون، لست أنت سيد مصطفى، يقولون المحللون أو يقول المحللون الاقتصاديون بأن مصر على شفير الهاوية، الاقتصاد المصري اقتصاد اللصوص وصفه البعض منذ 7 سنوات يعني، وكل سنة نرى مزيد من القروض من المؤسسات المصرفية الكبرى، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسيسي باقٍ ويدعموا أيضا حكومات غربية على الوجه الآخر. دعنا نرى الأمر بمنظور موضوعي. بداية عهد الانقلاب يعني إلى أن تولى دونالد ترامب كان هناك دعم غير محدود من السعودية والإمارات. أكثر من 50 مليار دولار أتوا للاقتصاد المصري لتعويم هذا النظام. ثم حينما تولى السيسي كان الدين الخارجي أقل من 43 مليار دولار، النهاردة 130 مليار دولار. صحيح. أنت تتحدث عن نظام أتى إليه 90 مليار دولار قروض، دي ديون خارجية. ديون داخلية كان الدين الداخلي أقل من 2 تريليون، النهاردة قرابة 5 تريليون، 3 تريليون جنيه. دين داخلي 90 مليار دولار، دين خارجي 50 مليار دولار منح لا ترد من السعودية والإمارات. هذه المبالغ استخدمت لتعويم الاقتصاد. أما المفترض يعني كأساسيات ألف باء أن يتم خفض معدلات الفقر، أن يتم وجود خطط تنمية تؤدي لزيادة الاقتصاد الحقيقي، كل هذا لم يحدث لأن هذه الأموال موجهة لجيوب الجنرالات وشركات الجيش حتى يضمن السيسي أن يظل هذا النظام. يعني إسرائيل والإمارات لا يدعمون يعني هذا النظام إلا لأنه في تقزيم لمصر. يعني دعنا ننظر إلى الجغرافيا، يعني تيران وصنافير ذهبت إلى السعودية وتم تدويل مضيق تيران مما يؤدي إلى سيطرة إسرائيل على البحر الأحمر. نعم. المياه الاقتصادية المصرية التي تم التنازل عنها نكاية في الأتراك، لا أرى حقيقة خيانة وتفريط في الأمن القومي أن تتنازل عن أكثر من 200 مليار دولار من الغاز الطبيعي لقبرص الرومية ولليونان ولإسرائيل. انظر إلى حقل ليفايفن، أفروديت، كل هذه الحقول من الغاز تم التنازل عنها. حينما تود أن تقارن بين دولة يعني تدخل في صراعات جيوبوليتيكية زي تركيا مع الاتحاد الأوروبي لكي تضمن حق الأتراك في الغاز الطبيعي، وترى عبد الفتاح السيسي يذهب لمجرد أن يتم الاعتراف به، يعني دعنا نفرط في مياه النيل حتى تستطيع أثيوبيا إعادة مصر للاتحاد الأفريقي، دعنا نفرط في الغاز حتى تقوم قبرص الرومية واليونان وفرنسا. تنازلات لا تنتهي. طيب، الأخطر من هذا يعني سيد مصطفى، وصلت هذه النقطة، كابوس الدين العام الذي يهدد أحلام المصريين بالنهوض بالتغيير في المرحلة المقبلة، فعلا بات يعني هذا الكابوس كبير ومزعج جدا. الدين العام، كيف ستستطيع السلطات في مصر الإيفاء بهذه الديون في المرحلة المقبلة 2021-2022؟ تتحدث عن 90 مليار حضرتك قلت قروض وديون من الخارج. السيسي ليس أمامه إلا بيع الأصول وتمويل بالعجز، لا تفت خطة تنمية، لأن يعني من أدبيات الاقتصاد حينما يكون لديك عجزا بهذا الشكل ليس أمامك إلا الاستثمار الخارجي، ولا يوجد مستثمر خارجي حقيقي سيود الاستثمار في دولة ترتبها 125 من 128 في مؤشر العدالة الدولية وسيادة القانون، حينما يعني هناك مشكلة قانونية ما بين أي مستثمر والحكومة المصرية أو أي مسؤول مصري، ولا يوجد سيادة للقانون. فإما أن تكون تابعا للجيش أو لك مصالح أو هناك كلفة حقيقية للفساد، أو أنك لن تستثمر في هذه الدولة. هناك دول كثيرة من الاقتصادات الناشئة يوجد بها فرص استثمارية أفضل من مصر، لأن لا توجد نية حقيقية للإصلاح. السيسي يود أن يعترف للاتحاد الأوروبي والغرب والمؤسسات الدولية التي ليست فوق مستوى الشبهات، ويعني وذكرنا سابقا يعني بيني جولدبرغ واستقالتها لما يعني نشرت ورقة بحثية تتحدث فيها عن أن الملاذات الآمنة أموال التي تحصل عليها السيسي والجنرالات الفاسدين والحكام الفاسدين، حينما يتم يعني صرف كل معونة أو قرض من البنك الدولي أو من صندوق النقد. هذه ورقة منشورة على موقع جامعة كوبنهاجن. يعني المسألة باختصار شديد، السيسي ليس جزءا من الحل لأنه هو أصل المشكلة،
الانقلاب العسكري وعدم وجود الديمقراطية التشاركية وعدم مشاركة المصريين في القرارات الاقتصادية سيؤدي إلى مزيد من الديون، سيؤدي إلى مزيد من العجوزات، وسيؤدي إلى انهيار الدولة المصرية بكل أسف. أشكرك، أشكرك عبر خدمة سكايب السيد مصطفى يوسف الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية والعلاقات الدولية. سعيد جدا مع حضرتك بهذا الحوار، شكرا مرة أخرى.